مهاجم كمان في بيراميدز مميز جدا فيستون مايلي، انت برضو هنتكلم. احنا ما عندناش لقطات ليه، فاحنا هنتكلم بس على الارقام بتاعته، وبالظبط هتاخد مني 3 دقايق دلوقتي. بيراميدز ايه؟ 5 دقايق هو فاضل 3 دقايق. طيب عشان اديك واحد كمان منهم يعني حالا بيراميدز كان مهم جدا، برغم ان هو عنده وفره كتيره في الهجوم، ان هو يجيب مهاجم يترجم كم الفرص والفعاليه اللي موجوده. انا فراح جابوا فيستون مايلي، وتحيه كبيره قوي ليهم، لان هو جايبينه باقل من مليون دولار، جايبينه حاليا 600 او 700 الف استرليني، واللعيب خبراته الكبيره جدا في دوري ابطال افريقيا وفي الكونفدراليه هي اللي هتفرق. تعال استعرض معاك بعض الارقام لمهاجمي نادي بيراميدز الثلاث سنين اللي فاتوا في البطوله، في بطوله الكونفدراليه، ونقارن ارقام المجمعه بتاعه اللعيبه كلها المهاجمين بتوع نادي بيراميدز بارقام فيستون مايلي. لو معانا الارقام بتاعه مهاجمي نادي، طيب هنا دي الارقام بتاعه فيستون مايلي مهاجم بيراميدز، شارك في 17 مباراة في دوري أبطال أفريقيا خلال 3 مواسم، جاب فيهم 11 جون وصنع 3، يعني هو ساهم في 14 جون من حوالي 17 مباراة، فده أكتر من 75% مساهمة في المباراة الواحدة. بقى بطولة بقى الكونفدرالية اللي هو كان البطل فيها السنة اللي فاتت والهداف بتاعها، شارك في 14 مباراة، سجل 7 أهداف وصنع 3، يعني هو عمل 10 مساهمات في 14 مباراة. مجموع بقى مشاركاته يا كريم في بطولة أفريقيا آخر سنتين 31 مباراة، سجل خلالهم 18 هدف وصنع 6. تعال بقى نتفرج معدل ممتاز جدا جدا، صفقة أكتر من رائعة لأن هو عنده الخبرات دي. تعال بقى نشوف الأرقام مهاجمي نادي بيراميدز في البطولات الأفريقية ونقارنها ما بينه وما بين الراجل ده. دلوقتي أرقام فخر الدين بن يوسف، لعب 12 مباراة في الكونفدرالية مع نادي بيراميدز، سجل 6 أهداف، وده أكبر رقم لمهاجمين نادي بيراميدز. المهاجم اللي بعده هتلاقيه فخري لاكاي، فخري لاكاي لعب 16 مباراة، سجل 3 وصنع هدف واحد فقط. الصورة اللي بعدها الرقم اللي بعده هتلاقي ان تقريبا عبد تقريبا محمود وادي لعب 9 مباريات، سجل هدفين وصنع واحد. بذلك سجل مهاجمي بيراميدز في 3 سنين 11 هدف وصنعوا 2، باجمالي 13 مساهمة في 3 سنين. هو لوحده في 3 سنين ابطال افريقيا جايب اكتر منهم كلهم. فاحنا هنا بنتكلم على فعاليه قويه جدا 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 لمهاجم، يعني كل الاشاده والتقدير لنادي بيراميدز ان هم يجيبوه بالفلوس دي ويجيبوه بالخبرات دي اللي هتفرق معاهم في دوري ابطال افريقيا. قول لي محمود حماده هيعمل ايه مع المصري؟ محمود حماده هيكسر الدنيا مع النادي المصري، ولعيب خد حظه في الاخر للاسف. ولكن يا كريم هو في ميزه مش موجوده في اي لعيب بره عن الاهلي والزمالك، بيعرف يستلم كويس جدا، بيعرف يسلم كويس جدا، اللونج باس بتاعه مهيل. في نفس الوقت هو اكتر واحد ممكن ان هو في ظل الضغط العالي اللي بيتلعب عليك يطلع لك الكره بمنتهى السهوله ومنتهى الانسابيه والزياده عليه. محمود حماده مميز جدا في دخوله جوه ال18، بيلعب بدماغه كويس جدا. محمود حماده مميز في اللعب برجل اليمين ورجل الشمال، مش بيسدد كتير، ولكن لما بيسدد بتبقى الكور خطره. دي الـ الارقام بتاعته، بيعمل 32 تمريره صحيحه في المباراه الواحده، وده رقم كبير جدا بالمناسبه. بيعمل تسديداته في المباراه 0.6، يعني نص تسديده في المباراه، يعني كل مباراتين تسديده. تمريرات طويله صحيحه في المباراه الواحده 3، كي باسز تمريرات المفتاحيه بتبقى واحده، التحامات الناجحه 4. هو بس عنده مشكله شويه في الالتحامات الدفاعيه، المفروض يبقى اكتر اجريسيف فيها، ولكن محمود حماده من افضل اللقطات حلوه اهي. وخلاص وللاسف هنختم. تمام. السؤال للاستاذ خليفه، هل الزمالك خسر محمود حماده؟ الزمالك خسر كل لعيبه الوسط اللي كان بيفوضهم، لان اكيد الزمالك كان محتاج لعيبه وسط كتير. وكان بيفاوض فعلا اكتر من لاعب، ابرزهم محمود حماده، محمود حماده وشحاته ونصر ماهر وكل، ولان الزمالك طريقه اللعب اللي اسوري بيعتمد فيها على عدد كبير جدا وسيطره على وسط الملعب بتمارس بلاعبين ما بيعرفوش يحافظوا على الكره في وسط الملعب. فاكيد الزمالك خسر المجموعه اللي كل اللي كان بيفوضها اساسا. اكتر لعيبه كريم كان ممكن يفرق مع اسوري في طريقه لعبه دي هو محمود حماده.